الطفل من ينشأ عندما يبدأ يفتح عينه على الراديو، على التلفزيون، على هذه القنوات، منو يطرح في هذه؟ تطرح هنالك قدوات مضادة. هذه القدوات المضادة لا تمثل القيم الإسلامية، وإنما تمثل قيما مضادة تؤثر. يعني هذا الطفل عندما يشوف في الأفلام الخيالية يرى بنت غير محجبة، هو هذا مؤثر في قلبه، مؤثر في روحه. يعني هذا من الآن دا يألف هذا المنظر.